السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي داير الخوت بخير عليكم؟ كلشي مزيان الاحوال؟ الله يحفظكم. يلا غادي للعمل ديالي وكنشوف هذا الخير هذا. انا الخوت باقي الخير في البلاد، كنهضر على مدينه سلا بالضبط. شوف تبارك الله الخوت كيف كتلاحظوا، باقي الخير في البلاد. الناس دايرين لهم هادو راه غير خلاوه الخوت. انا نزوم، انا واقف حداهم هانتوما، غير خلاوه كيف كتلاحظوا، غير خلاوه. والناس مكلفه اليوم هنايا، كيعطيوهم الاكل ديالهم الخبز وكيعطيهم الشراب. يعني كنلاحظوا واحد المنظر الخوت، منظر جميل بزاف. يعني كون كانوا في واحد المناطق اخرى بحال هادو كيتكالوا، والله ما يعقلوا عليهم الخوت. ها انتم كيف قلنا بحال هادو كيتكالوا في مناطق اخرى. هنا داير لهم واحد العيبه ملي كيشربوا انتم. وكيف قلنا في مناطق اخرى الخوت بحال هاد الحمام هذا كيتكال. انا الخوت، تحيه الخوت هادو، يمكن هما اللي كيوكلوهم. تحياتي لك، الله يحفظك. كيف قلنا هادو هما اللي كيوكلوهم. نعم، كيف قلنا هادو هما اللي كيوكلوهم يمكن ان شاء الله. يلا تحياتي لكم، الله يرحم لكم الوالدين. باقي الخير في البلاد، كيف كنقولوا باقي الخير في البلاد. صباح النور الخوت، كي صبحتوا بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال، الله يحفظنا ويحفظكم. كيف قلنا الخوت بالنسبه للوليدات البارح، الحمد لله والشكر لله، حنا غادي نطلقوا الذكور ضروري ولينا كنطلقوا مع الخوت. اليوم خمس ايام ديال الروكساسان، اليوم ان شاء الله اليوم خمس ايام الخوت ديال الروكساسا. غنطلقوا الذكور وغادي نهضروا على ذاك الولد اللي قلنا مشى لينا، ذاك الدفلي محروق غادي نهضروا عليه. بالنسبه للخوت شوكي راجع البارح بوحدو، الخوت هبط بوحدو باذن الله. وكيف لاحظتوا النحاسي في اخر الفيديو، راني صورت لكم النحاسي جا بوحدو. كنت سبحان الله العظيم بعد الله عز وجل كنت يقفي، قلت لكم بعدا النحاسي غادي يجي بوحدو، وسبحان الله العظيم حتى صافي درت النهايه وجمعته طويط وبالي كيطلع عليا من هنا، سبحان الله العظيم. وبالنسبه للولد الاخر بعدا نطلقوا الخوت الذكور، وانا معكم وكيف العاده الله يرحم لكم الوالدين. على بركه الله نطلقوا الذكور ان شاء الله. كيف قلنا نطلقوا الذكور ان شاء الله، ولو الفرفره الخوت غير شي شويه. الحمد لله الريحه الخوت، اللهم بارك، الريحه زوينه. كيف قلنا الريحه زوينه، يعني ما بقاش ديك الريحه الخوت ديال اللي كنشمو ديال البزق حاشاكم. ترى شوفي خرجي بنتي، خرجي 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 خرجي، حرام عليك هيدا، خرجي انت، خرجي انت، خرجي خرجي انت، خرجي. بسم الله على بركة الله، بسم الله على بركة الله، بسم الله بسم الله بسم الله. خد دابا غادي نخرجوهم ان شاء الله. مايا ستينا الباب، شوف هادو فين تعلقوا لي. خرج صاحبي انت، خرجوا حيدو، زيد وليدي خرج انت، خرج. هذا ما عرفتوش واش باقي كيعرج ولا لا، هذا الولد هذا ما عرفتوش باقي كيعرج ولا لا. باقي كيعرج. كيف قلنا اليوم الخوت اللي ان شاء الله، اليوم خمس ايام ديال الدواء ديال روكساسا ان شاء الله، خمس ايام. يلا تحياتي لكم وانا معكم. خوت نتولعوا في هذه الصبحيه، الشوكي هو قاعد على معاهم الخوت. وشوف سبحان الله العظيم الشوكي، ها هو شوف شوكي وبالي دار من هنا. الذكور الخوت هما مجموعين تبارك الله، كيف كتلاحظوا كاينين ثلاثه اللي خارجين منهم، هما ثلاثه الحمامات. المهم ان المجموعه هي بدات تتكون الخوت ان شاء الله، المجموعه هي تكونات. هما دابا تجمعوا كاملين باذن الله الخوت، هما تجمعوا معاهم حتى داك الولد اللي كان ضاع، اللي كان تلف لينا، ماشي ضاع، نقولوا خو الشوكي راه معاهم لداخل. الا الشوكي اللي خرج الخوت، حمامه وحده اللي خرجات، وهو الاخراني. كيف قلنا حمامه وحده اللي خرجات وهو الشوكي، هو بحال بالي هابط الخوت في بلاصه هنايا، انما غادي يهبط ان شاء الله، غادي يجي. غادي نقدموا لهم شويه الاكل الخوت كيف العاده. اليوم غادي نعطيهم الخوت نص نص ديال السبور ونص ديال الشعير مع القمح ان شاء الله. وكيف العاده غادي نعطيهم يشربوا. اليوم راه قالوا كاينه الحراره على ما يقال، والله اعلم، قال لك اليوم راه كاينه الحراره ان شاء الله. غادي نعطيهم يشربوا باش الحمام يبقى ما يبقاش عطشان وصافي. هذا ما كان، ما غادي يهبطوا دابا باذن الله. هانت راه معاهم حتى ديك الحميمه المقصه الخوت، حتى هي راه كاينه معاهم واحد جوج، ماشي ديالي، راه ما غادي لهي. كيف قلنا ديك الحميمه المقصه راه كاينه معاهم ديالي، اللي كانوا شدوا لي الاوباش وهربات لهم، راه بدات كتبدل الحمد لله. راه الشوكي الخوت جا، الشوكي هو الشوكي راه هبط الحمد لله، داك داير عقله ما تلفش كاع الحمد لله.
يلا تحياتي لكم، الله يرحم لكم الوالدين، ان شاء الله نهبطوا الحميمات قبل الخوت ما نهبطوا الحميمات. الشنبر ماضيش نتلقاو ما نهضر لكم غير على داك الولد، شدوا لي نزار اللي كان شدوا لي الولد هو هذا اللي كنا هضرنا عليه اللي بقى لينا الاخراني. اينك يا ولد؟ اينك يا ولد؟ ها هو الخوت، هو هذا، هو هذا، هو هذا الولد، هو هذا، هذا الخوت هو اللي كان بقى لينا الاخراني الحمد لله. هاو هو جا حدا النحاس يعني سبحان الله العظيم. هاو هبط، هو هذا، هو هذا، شوف هاو طلع، هاو طلع الفوق، راهو كيفرفر، هاو كيفرفر، هو هذا، هو هذا، هاو هو هذا. هذا شدو لنا نزار، نزار البارح سبحان الله العظيم وصيته، قلت له انت ولدي الله يرضي عليك، قلت له الله يرضي عليك، راه مشاو ليا جوج وليدات مصبوغين. نزار فين كيسكن؟ كيسكن مع راجل اختي هنا في هاد الدار هادي، هنا كيسكن هو داير الحمام عنده في السطح لتحت، هنايا لتحت. وصيته سبحان الله العظيم، كنت غادي للخدمة تلاقيته في الزنقة، قلت ليها شنو كاين شنو كاين، قال لي صافي يا عمي. مسكين داكشي اللي كان، وصلت للخدمة وصيفط ليا ميساج قال لي يا عمي راه الشنبور ديالك هو شديته، قلت ليه صافي ديه لبنتي. صافي هضرت مع هبة، هبطت خداتو من عنده. يلا شكرا نزار، هذا ما كان. يلا الخوت الله يرحم الوالدين. كيف كنقول لكم حنا راه غير مولعين في هذا الصباح، هذا راه غير مولعين، ان شاء الله نعطيهم الوجبه الصباحيه باذن الله. الحمام راه باقي الخوت شي حميمه طايرين، باقي شي حميمه طايرين. بسم الله على بركه الله. دخل 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 ما هبطوا الحميمات اللي بقاو. دخل 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 دخل. وكيف قلنا غادي نعطيهم غير شي حاجه قليله. دخل 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 دخل. على بركة الله. واليوم اليوم الخوت خمس ايام ديال الدواء ان شاء الله ديال الروكساسة، اليوم خمس ايام باذن الله. هانا الخوت حميمة هما كيتمنضرو باغيين يدخلوا، كيف قلنا كيتمنضرو باغيين يدخلوا. ومن بعد انا هبط بحالي نعس الخوت تالديك ان شاء الله. خوت واحد الحمامة اللي كنت شفتها، واحد الشنبور مكشي ديالي هذا، هذا الرويس هذا الخوت اللي كيطلع لي هنا، هذا الرويس كيت فيه هذا الرويس، والله اعلم. هاد الرويس الخوت ماشي ديالي، شوف نشوف. لا ديالي، لا لا ماشي ديالي، خلوي هذا يمكن، على ما كنظن خلوي الله اعلم. لا ماشي ديالي الخوت، انا ما عنديش، انا كاع الولد بحالكم ما عنديش شي ولد. الولاد اللي عندي، عندي الشوكي وعندي، عندي هذا هو اللي عاد هبط، هو اللي عاد هبط هنا خو الشوكي. هذا الخوت ماشي ديالي، هذا الولد هذا، هذا بالي بحال خلوي والله اعلم. هو جاي شوف 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 بحال خلوي، هادشي اللي بان ليا والله اعلم. حنا غادي نشوفو، ما علينا الخوت، حنا كنوكلو الحميمات ديالنا وغادي نعطيهم كيف قلنا، غادي نعطيهم يشربوا باذن الله، والما غادي نخلطو لهم الدواء. اليوم الروكساسان، اليوم خمس ايام كيف قلنا الخوت الروكساسان، غادي نديرو اليوم ست ايام وغادي نحبسو، باقي ليا غدا. لا ديالي الخوت، راه هو يمكن هو البدعي، هو البدعي يمكن هو اللي تحرك تماك، هو اللي بان ليا طار من هنا لهيه، يعني راه كنحلم. كيف قلنا الخوت الروكساسا ان شاء الله اليوم غادي نعطيوها عاوتاني ونعطيوها غدا، غادي نديرها ليهم ست ايام. دينا نهار السبت، درناها السبت والحد والاثنين. لا لا الخوت ها هو، ها هو الشنبور الخوت ماشي ديالي، ها هو طوبي طوبي، شتو شتو ها هو طوبي حفيان الخوت ماشي ديالي، ها هو هو هذا، هو هذا اللي كنت كنشوف اللي قلت لكم، هو هذا راه حفيان الخوت طوبي خلوي اللي يمكن خلوي، ولا بحال فوياجي قلنا ما فيش الباك. هذا هو الشنبور الخوت اللي هضرنا عليه، راه ماشي ديالي، ماشي ديالي. حنا يهبطوا الحميمات ديالنا غادي نجريو عليه، هذا ما كان. كيف قلنا الخوت شنو كنا قلنا؟ بو عميره، هذا بو عميره الخوت، هذا الصقر الصغير جاي يشد الجوج عندي تماما، بو عميره الخوت هذا اللي جا. دخل 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 دخل، راه خلع ليا شي حميمات راه طايرين. الخوت نمشيو نخلطو ليهم الميه ديالهم ان شاء الله، وكيف العاده غادي نخلطو ليهم الخوت خمسه يطرو اللي غادي نشربو بها هادو، الشرابه ديالهم راه هي الخوت.
وغادي نشربوا بها حتى الحمام ديال البروديكسيون ديال الانتاج، وغادي نهبط حالي نعس ان شاء الله. يلا الله يرحم الوالدين. شوكي مسكين مابغاش يدخل من السبوتنيك، هو وخوها هما بجوج مابقاش كيعرج. دابا ليا الخوت مابقاش كيعرج، هادشي اللي لاحظت شفتو مابقاش كيعرج. هاد الولد هذا مابقاش كيعرج. نخليه يدخل من الباب، نخليه يدخل من الباب. حنا غادي نشوفوا الخوت هو يتمشى، هو غيتمشى. زيد اوليدي تمشى تمشى، ما طيرش ما طيرش تماما. الخوت بحال ما بقاش كيعرج، شفتوه ما بقاش كيعرج، ما بقاش كيعرج. الحمد لله انه على ما كنظن راه تشافى. يلا الخوت نخلطوا الدواء ان شاء الله وانا معكم. كيشوفوا لا تجي الحميمات، الخوت راه باقيين طايرين شي حميمات. اول خلوي طار، الخلوي اللي طار يمكن الله اعلم. يلا الخوت نخلطوا الدواء وانا معكم، الله يحفظكم. وكيف العاده نعمروا هذه، غادي نديروا 5 دالميرين باذن الله. بالنسبه للذكور الخوت كنبقى لينا ذكر واحد، واجا ذكر واحد اللي كنبقى لينا، واجا راه ما بغاش يدخل. صافي خليه لانه شبعان، كون كان جيعان كون دخل. دابا غادي نطلقوا الزغالي. بالنسبه للاكل الخوت نوريكم غير الماكل اللي عطيتهم. خليت الشعير اللي شيطوا لي الذكوره وزدتهم هنا السمسم مع السيكالين. هنا الخوت السمسم، بودور السمسم مع السيكاليم الخوت، هادشي اللي عطيتهم. وعاد الشعير اللي شاط للذكور ان شاء الله غادي نطلقوا الزغالي ديالنا باذن الله. خبط الحمد لله. خلط 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 خلط. هانا الخوت الزغالي ديالنا ما كيف قلنا الخوت، كاينين شي وليدات خاصنا نخرجوهم يتشمشوا، لحد الساعه باقي ما خرجناهمش الخوت. وراكم عارفين مع العمل يعني ما عندناش الوقت فاش غادي نخرجوهم، هذا هو المشكل. الا خرجناهم خاصنا نحضيوهم، ربما يطيروا الله اعلم. ونتمنوا الخير هاد الوليدات اللي عزلنا الاخرين. كاين شي وحدين كيف قلنا الخوت كبار، كاين شي وليدات راه كبار فيهم. انا غنزومي لكم شي وحي حد، انا نزومي لكم شي ولد باذن الله. كاين دوك الطوب هذا، هذا الطوبي محروق هو اللي ها هو دخل هنا. شتي راه تبارك الله كبير. ها هو خو، ها هو خو، هو هذا القاعد راسو طوبي محروق. شوف هو هذا اللي هنايا، راه تبارك الله دوك الطوابه محارق راه كبار الخوت، متفقين راه كبار. هذا ما كان ذكير الخوت، هو غادي يهبط ان شاء الله وغادي يدخل معاهم. يلا الخوت نقدر نخليكم ان شاء الله حتى العشيه ونكمل معاكم. يهبط نخليه ياكل معاهم ماشي مشكل، فهمتي. نخليو الخوت ينقب معاهم والحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله. وكيف لاحظتوا الخوت في البدايه ديال الفيديو، الخير باقي في البلاد. يعني عندنا هنا بعدا في سلا ما الناس ما كيسوقوش للحمام، انهم يسدوه ياكلوه ولا يصيدوه ولا ديك اللعبه. ما عندناش الخوت هنا في سلا بعدا، الحمد لله الناس مثقفه والناس واعيه تبارك الله عليهم. الناس ديال سلا بعدا كنهضر عليهم ناس مثقفه وواعيه، بالعكس هما تيوكلوا الحمام ديال برا، دايرينو بحال القضيه ديال القطوط تماما ومثال، بحال القضيه الخوت ديال القطوط. بالنسبه للقطوط راه كيوكلوا عباد الله في سبيل الله، وراه حتى الحمام تيوكلوا 07. وهذا الخوت اللي كيفرفر هو 07، تيبان لي انا غادي في الشفاء باذن الله. راه كيبان لي غادي في الشفاء شويه بشويه ان شاء الله حتى يتشافى باذن الله. هادشي اللي كيبان لي والله اعلم. يعني بعدا راه رجلي ما كيبقاش يوقف، راه هو كيحك بها، راه حك بها ودني وفمو. هذا اللي فرفر دابا عاوتاني اللي هبط، راه ماشي ما عمرو خرج، خرج مره واحده نهار السبت. هو هذا الدفيلي، هذا نهار السبت خرج هو وخوه وباتوا لي فوق اللوفطه الخوت. طلعت شديتهم فوق الشجنه فين شديتهم والحمد لله. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين. كيف قلنا الخوت ولله الحمد، هذا هو اللي تشد لينا البارح الخوت، هو هذا اللي كيفرفر. هاد راس الطن هذا هو اللي تشد لينا البارح. طار تلفوا لينا الخوت، راكم لاحظتوا فاش طاروا الحمام، راه ماشي حنا طيرناه ولا هذا، ولله الحمد. راه كطيروا داك الطير شنو سميتو، بحال الباز دير، ماشي الشاهين وماشي بوعميره، داير بحال الباز الخوت. داك الطير داير بحال الباز، هو اللي خلعو. هذا طار بوحدو هبط، الا لاحظتو هذا راه كان طار بوحدو هبط، ولاني الاخر تخلع ما عرفتوش فين عطى الراس غبر. ولاني الحمد لله انه رجع وتشد غير حدانا وتجاب باذن الله. هذا ما كان. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين.
كيف كتلاحظوا الامور طيبه لحد الساعه كما اقول دائما، يعني راه المرض مستقر الخطره الحمد لله لحد الساعه كيف كتلاحظوا راه ما كاين حتى شي حاله ولله الحمد. هادشي اللي كيبان ليا بانت ليا الامور راها طيبه والله اعلم. ملي كتكون طيبه راه كنقولوا طيبه الخوت، ملي كتكون كاين الدغل واود كيرليد واود كيهشتو هذا هو اللي هذا واود كيرلي بقى لنا من الاناث يعني من الذكور كيف قلنا والحمد لله كيف ما كان الحال. اخ انا خوت تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. نقدر اليوم الخوت الا ما كانتش الحراره اليوم دابا نخليهم هنايا متفقين الخوت غادي نخليهم هنا في الكولوار ان شاء الله، وفي حالة ما كانتش الحراره اليوم ان شاء الله الا كان الجو عادي كيف قلنا كان الجو عادي راه ضروري غادي نخرجهم يتشمشوا. هادشي اللي غندير ان شاء الله نخرجهم يتشمشوا، وبغينا نخرجوا دوك الوليدات الصغار اللي كنا عزلنا راه منهم الخوت واحد الطوابه محارق راه غادي يقعدوا طوابه محارق طايرين ماشي طايرين يعني غادي يقدروا يطيروا. اللهم خصهم يخرجوا يتشمشوا من دابا ان شاء الله والحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله. يلا الخوت تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين. تحيه الخويا عمر وخونا خونا سمير خونا البشير وخونا مصطفى الاص. نمشيو الله نعسو الخوت نوريكم شحال في السعاده بان شاء الله. هادي راه 9:30 الخوت يعني راه الوقت كيطير كيف قلنا الوقت كيطير. تحيه كيف قلنا لخونا اسماعيل الروطالة وخونا ادريس فيرس خونا سمير البشير خونا محمد وخونا حسن ايد احمد البطل حسن ايد احمد والخوت كاع اللي كيبغيونا كاملين تحيه لهم. خونا عزيز فضلي خونا عز الدين من سيدي موسى خونا وحيد والناس ديال تماره كاملين خونا ابو عبيد الشتيوي وخونا الشتيوي ديال السطات وخونا منير وما نساوش خونا سفيان وخونا انس سيدي موسى وخونا هشام سيدي موسى خونا محمد من فاس وخونا الخوت كاع اللي كيبغيونا كامل الله يرحم لهم الوالدين وما نساوش الحاج احمد من حي السلام كذلك ومثال الله يحفظه ونجيه خونا عثمان وعثمان وخونا يونس العرجات وخونا الخلطي الرباط الله يرحم لكم الوالدين. يلا الخوت الى بخونا محمد من فرنسا كلشي الله يرحم لكم الوالدين خونا عبد الواحد بوكسا كذلك خونا مصطفى الهواري مصطفى فهيم خونا خالد الرئيس خونا سعيد بو كريم وخونا نور الدين الزقطي وخونا العرجات وعبد الناصر كذلك الله يشافي الوالد اخونا عبد الناصر خونا سفيان وخونا منير مخلص الله يحفظك انت اخي منير خونا سعيد من قلميم والخوت كاع اللي كيبغيونا تحيه لهم. كيف قلنا الخوت صافي خلينا الحميمات هكا نشوف حالنا ننعسوا ان شاء الله. وحنا كيف قلنا الخوت كيف ما كان الحال في بادئ الامر في اول مطاف وفي اخر مطاف هذه غير ولا احنا غير كنتولعوا الخوت غير كنتولعوا لله الحمد والامور غدا مزيانه لحد الساعه كيف قلنا الامور لحد الساعه غدا مزيانه ان شاء الله. يلا تحياتي لكم كيف قلنا تحياتي لكم ولا بقيت بحال الكون نبقى بلا نعاس عيني راه الا شفتوا من خوتي بانوا لكم نفوخين راه الليل كامل وانا كنبقاو حالين عينينا كنهضر على راسي الليل كامل وكنبقى حال عينيا والحمد لله يعني راه الامور طيبه لحد الساعه. ونمشيو الخوت نعسوا حتى لديك جوج ولا ثلاثه نقدروا نديروا معكم شي فيديو قصير ان شاء الله الا طلقنا الحميمات والله اعلم. نقدروا نديروا معكم فيديو في العشيه اليوم ان شاء الله اليوم الاربعاء على ما كنظن البارح الثلاث اليوم الاربعاء 100% اليوم الاربعاء لان ما يمكنش نقول الخميس غدا الجمعه دغيا دوز السبت ما كنظنش اليوم غير الاربعاء هذا ما كان. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين كيف العاده وشني بغات تبارك الله واجدين الخوت هاد الشنابر هادو خاصني نطلقهم حيت الا ما طلقتهمش غادي يديروا لي الرود وانت شوفوا الخوت هاد الشنابر كي كيشوف فيا هو ها هو هاد الدفيلي هذا هو غادي حدا الباب راه هو غادي ها هو طلع شتو الخوت راه هو طلع للباب تبارك الله الدفيلي هذا اللي من هنايا. يلا الخوت كيف قلنا الله يرحم لكم الوالدين والى فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. البداله راه غدا مزيانه ان شاء الله باذن الله.